لا نزال مشاهدينا في المجال التكنولوجي، حيث يقام في 7 من شهر أكتوبر المقبل ملتقى الكويت للابتكار التكنولوجي من أجل تأهيل الشباب في مجال الابتكار والاختراعات. والحديث عن إنجازات ملتقى الكويت للابتكار التكنولوجي، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الوهاب عبد المحسن الحجي، رئيس المشروع الكويتي لملتقيات تأهيل الشباب. أستاذ عبد الوهاب، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والكرامة. حياك الله ويانا ومكانك وبرنامجك. مشكور، ما قصرت. سلمت. مشكور على الاستضافة. ساعة المباركة. الله يسلمك. خلينا نتكلم عن فكرة المشروع الكويتي لملتقيات تأهيل الشباب. يعطيكم العافية أول شيء، شكرا على الاستضافة. لو نتكلم عن فكرة المشروع الكويتي لملتقيات تأهيل الشباب، هذه فكرة جاتنا من 5 سنوات. الفكرة هذه عبارة عن تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وورش عمل للشباب مجانا من غير مقابل. جميل. بحيث أن تستفيد شريحة الشباب وتنتج بالتعامل مع القطاع الحكومي وبالتعامل مع المجتمع المدني اللي هو متمثل بجمعيات نفع عام. يعني أنت عامل مع العديد من جمعيات النفع العام، نتفق معهم أن نسوي ملتقى مع ورش عمل مجانا للشباب، بحكم أن شريحة شباب تمثل 72% من المجتمع الكويتي. طبعا هذه الشريحة جدا مهم أن الواحد يهتم فيها، لأنها هي أساس في بناء أي اقتصاد بالعالم. كذلك الفكرة المشروع أن نشوف شنو حاجة الشباب من ناحية ورش العمل، حاجاتهم. إحنا شبابنا ومخرجاتنا لما يتخرجون الحين من الجامعات يقول لك أبي وظيفة. إنزين، إذا تبي وظيفة وين راح تتجه؟ القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟ أنا قاعد أشوف أن القطاع الحكومي يعني اكتفى بمجال الوظائف، يعني لا نلقي كل الحمل على القطاع الحكومي، لازم شبابنا يتجهون إلى القطاع الخاص. والحين هي وقت القطاع الخاص يبرز دوره. أغلب الاقتصادات بالعالم القطاع الخاص هو اللي شايل الاقتصاد نفسه، اقتصاد الدولة. فإحنا ودنا نركز على موضوع القطاع الخاص وشون نحفز الشباب إنهم يتجهون للقطاع الخاص. أوكي، القطاع الخاص متعب، لكن فيه خبرة. الخبرة هذه مو أي متعب. أفضل من أي ناحية؟ يعني متعب، هل هو متعب إنه والله الموظف هذا أو يعمل في هذا المجال متعب عليه هو شخصي جهد يعني، ولا انه متعب في التطوير، متعب في شنو بالتحديد؟ مثلا لو تقول عن ساعات العمل، القطاع الخاص اغلب الشركات يقول لك دوامنا من الساعه 8 الصبح للساعة 5 العصر. جميل. الشباب يقول لك لا، ليش اداوم من الساعه 8 الصبح للساعة 5 العصر؟ ممكن اداوم من الساعه 8 للساعة 2. وفي تقريبا بعض الاماكن بالقطاع الحكومي الراتب جدا عالي، موازات بالتوازي مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي. اي نعم. فيقول لك لا، ليش اتجه الى القطاع الخاص وانا بالحكومه قاعد اخذ تقريبا نفس الراتب او نفس الحوافز؟ زين، فهذه الشغلات يعني قاعد نتكلم عن بدائل بالنسبه للشباب، وهو يختار شنو يبي. شغله ثانيه، الشباب قاعد يشوف الشباب اللي وياه مثلا بالديوانيه، والله فلان بالجهه الفلانيه، والله شنو البونص مالهم، شنو الحافز. يعني في بعضهم كذي وفي بعضهم العكس. لا نظلم يعني، لا نعمم. وطبعا هو يعني اللي احنا قاعد نقوله ان بملتقياتنا بالمشروع الكويتي لتاهيل الشباب نحاول نخلي الشباب يشوف هو شنو يبي بعد فترة معينة. يطالع والله أنا إيه ودي أتجه إلى القطاع الخاص، لا أنا ودي أتجه إلى القطاع الحكومي، أنا ميولي للقطاع الحكومي. نحاول نساعده عن طريق شهادات مرفقة مع ورش العمل. نحاول نقوي السيرة الذاتية بحيث أنه هو يشوف شنو يبي. ورش العمل اللي قاعد تتكلم عنها، أعتقد أن لابد من وجود من شارك فيها وتميز. إيه نعم. بعد تميز هذا الشخص، هل يتم توجيهه من قبلكم؟ أم أن خلاص هو مثلا في جهة تتبنى، في جهة مثلا كانت حكومية أو جهة خاصة تتبنى هذا الشخص ومن ثم تطور ما يملكه من إمكانات؟ لا، إحنا اللي ساعد، إحنا اللي قاعد نسويه بالضبط. أنتوا قاعد توصلون؟ لا، إحنا قاعد نحاول نساعد الشباب المتجهين إلى القطاع الخاص أن تصير لهم فرصة قبول في القطاع الخاص. شلون؟ عن طريق الشهادات. يعني مثلا شفت شخص تقريبا من 3 أسابيع. نعم. قال يعطيكم العافية، ما قصرتوا على الشهادات اللي أعطيتني إياها على ورش العمل، لأنها ساعدتني في التوظيف في أحد البنوك. فلما يقول لك الشخص أنه والله أنا توظفت ببنك، قلت له شلون توظفت ببنك عن طريق الشهادات هذه؟
كان يقول كان في أولوية بالاختيار بناء على السيرة الذاتية. الشباب اللي مقدمين معاي ما كان عندهم شهادات، ما كان عندهم جانب تطوعي، ما كان عندهم شيء بالسيرة الذاتية. نعم. فشهادات هي اللي ساعدت إنه والله يصير له أولوية في المقابلة، أولوية بالترشيح، أولوية في قبول الوظيفة. فالحمد لله إحنا ساهمنا بهالشيء. وأيضا اكتسب خبرة هو من خلال هذه الورش أساس إنه أيضا لما يخوض العمل. طبعا. منين جت فكرة الملتقى بالتحديد؟ أي ملتقى فيه؟ ملتقى يعني الكويت ولا الملتقيات؟ ملتقى الكويت للابتكار. هذا الملتقى بالتعاون مع الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، هذا نعم. من الجمعيات الرائدة والمفروض اللي فعلا نهتم فيها، لأنها قاعد تركز على المخترعين والمخترعين الكويتيين والاختراعات. ترى يوجد العديد من الاختراعات اللي سويناها وشروها دول خارجية، بس الناس ما تدري. ودنا نسلط الضوء على هذه الاختراعات، فقلنا ودنا نسوي شيء الكويت محتاجته. الكويت محتاجة أن نركز على الجانب التكنولوجي والجانب الصناعي، لأن صحيح. عندنا نقص بالمصانع وعندنا نقص بجانب التكنولوجيا. صحيح. لأن جانب التكنولوجيا اللي قاعد يصير أي شيء نبيه نلجأ إلى الشركات الخارجية. نعم. الجانب الصناعي كذلك، الجانب الصناعي في فراغ كبير. مع أن عندنا طاقات وعندنا فكر وعندنا ناس ممكن تبدع في هذا المجال. أي نعم. لا، الشباب الحين غير عن قبل. ترى الشباب الكويتي ما عنده مشكلة الحين يشتغل بيده. صحيح. في بعضهم، أنا ما أقول الكل، بس في وده طبعا لازم يكون حاب الشيء هذا اللي هو متجه له. فاحنا قلنا ليش ما نسوي ملتقى، نسميه ملتقى الكويت للابتكار التكنولوجي. جميل. ونستضيف فيه ضيوف مميزين بحيث انه يصير تحفيز للشباب، بحيث انه يصير في ابراز لمهارات الشباب، بحيث ان الشاب الكويتي يعرف هو شنو يبي، يتوجه صح. ترى الشباب الكويتي يحتاجون التوجيه. نعم. توجيه ثم التوجيه ثم التوجيه ثم التوعيه. وايد ناس ما يعرفون هم شنو يبون، فالمفروض انك توجههم. في ناس للاسف يقول لك انا ما اتقبل يعني من الناس المقربين، مثلا من والده من والدته. صحيح. يقول لك لانه ما عندهم خبره، يقول لك اسمع من برا وممكن يتقبل. اي، فاحنا الجهه الخارجيه اللي ممكن تساعد الشباب ان يستفيدون من المعلومات والخبرات. جميل. واحنا الهدف فعلا ودنا شبابنا يوصل، ودنا شبابنا يتميز، والحمد لله قاعدين نشوف يعني بعض الامور. وبعدين احنا ودنا يعني نسلط الضوء يعني مثلا على وايد ناس. مثلا بالملتقى هذا، ملتقى الكويت للابتكار التكنولوجي، في بنات فايزين بجائزه على مستوى الشرق الاوسط. ما شاء الله، ما حد يدري عنهم، ودنا نسلط الضوء عليهم. جميل. شنو سويتوا؟ شلون فزتوا؟ وهم كويتيين. المفروض هذا من واجبنا ان نسلط الضوء ونحفز الشباب اللي حاضرين الملتقى وورش العمل انهم يصيرون نفسهم وافضل. اي نعم، المفروض يصير تحفيز، لان حتى كلمه اختراع او ابتكار الواحد يحسها صعبه شوي. احنا لان انا اقول لك يمكن بسبب انه يعني في كثير من الشباب مثلا ما مثل ما قلت انت حضرت قبل شوي انه ما عندنا كثير من الناس من يعملون في ايدهم، يعني يشتغل بيده ومخه والى اخره. هذول قلة، مع أنهم لو أن يلقون أحد يوجههم راح يدشون في هذا المجال، وأيضا ممكن هم يبدعون وهم ما يدرون. يعني تشوف أن هذا مو، يقول لك أنا يعني هو في قناعة نفسه أن هذا مو مجاله، لكن مع الوقت من يدخل ويشوف غيره راح يبدع في هذا المجال. أبي الضيوف اللي راح يكونون في الملتقى. ضيوفنا إن شاء الله جدا مميزين. عندنا الأستاذة غدير العبدلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، تتكلم عن إنجازات الجمعية، تتكلم عن المخترعين نفسهم وين وصلوا، منو هم المخترعين، شنو الاختراعات المميزة، بحيث نحفز الشباب. كذلك عندنا ضيفنا جدا مميز أخونا الأستاذ إبراهيم المطوع، مدير العلاقات العامة في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. أخونا إبراهيم هم راح يتكلم عن الفرص الوظيفية للشباب إذا دخلوا وانخرطوا بمجال التكنولوجيا والآي تي. شو المشكلة إن الشاب الكويتي يسوي أبليكيشن بإيده؟ ليش نلجأ إلى شركات؟ صحيح. شو المشكلة إن الشاب الكويتي يسوي ويب سايت، يتعامل مع الديجيتال ماركتينج؟ في ناس يسبقوهم في هذا المجال كويتيين. أي نعم، بس إحنا ودنا شبابنا يتجه، يعني ما نبي شخص ولا شخصين، ودنا العديد من الشباب يتجهون إلى هذا المجال، لأن هذا المجال هو اللي الحين حاليا الناس قاعد تركز عليه. الولايات المتحدة الأمريكية قاعد تصرف ملايين الدولارات، مليارات على موضوع البحوث والتطوير، وقاعد تركز على مجال الآي تي والتكنولوجيا. نعم. فالمفروض الدول عشان تتقدم تركز على هذا المجال، لأن هذا المجال هو اللي ممكن تتقدم فيه الاقتصادات. وعموما حاليا يمكن حتى مجال الاتصالات بشكل عام في المستقبل راح يكون هو
الأقوى هو الاتجاه، أو أيضا حتى الإلكترونيات والكهرباء وإلى آخره، بعيدا عن الطاقة. يعني الكثير يأمل في عمل آلات وليس فقط وجود طاقة. مشروع الكويتي لملتقيات تأهيل الشباب صار لكم 5 سنوات تبارك الرحمن، وعسى الله يوفقكم إن شاء الله. شنو يريدكم في هذه السنة؟ إن شاء الله عندنا 4 ملتقيات قادمة، عندنا ما شاء الله نعم الملتقى الوطني للتخطيط الاستراتيجي، ودنا نسلط الضوء أن الشاب الكويتي المفروض يكون عنده خطة حق بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، حتى لو كانت خطة على المستوى الشخصي. نعم، على مستوى والله أبي أتوظف، والله لا أبي ممكن يكون لي شركة، والله أبي أخطط. لازم يحط له هدف ويخطط شلون يوصل له، وليس العملية ماشية كذي على البركة. إنزين على البركة. في الله يسلمك يا طويل العمر، عندنا ملتقى خاص بالتطوع والرسالة الإنسانية. هذا الملتقى نحفز الشباب على موضوع التطوع، ودنا نسلط الضوء أن التطوع قاعد يعطيك خبرات، قاعد يعطيك علاقات. المفروض الشباب هذا يعني خلاص يصير شيء أساسي عند موضوع التطوع. نعم، أنت قاعد تأخذ خبرة وعلاقات، وبنفس الوقت الخبرة هذه المفروض الواحد يدفع عليها فلوس، أنت قاعد تأخذها مجانا. فهذا شيء وايد لازم يتجهون للشباب، ولازم نبين شنو ميزاته وشنو عيوبه. كذلك عندنا ملتقى خاص بحقوق الإنسان، شلون الشباب المفروض يعبرون عن أرائهم بشكل راقي وليس بأساليب يعني ممكن تضر نفسه فيها. عندنا كذلك الملتقى راح يتكلم إن شاء الله عن موضوع تمكين الأسرة، وشلون الأسرة الكويتية تتميز ويوصلون الشباب حق أهدافهم، والأب والأم والأبناء. نحاول يعني نعدل بعض الأمور بالتعاون مع جمعيات نفع عام، وبالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. احنا الحلو بالملتقيات هذه ان قاعد نربط ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني. طبعا لما نتكلم عن القطاع الخاص هو عبارة عن شركات، والقطاع الحكومي هو عبارة عن مؤسسات راقية ورائدة، منها وزارة الدولة شؤون الشباب، منها الهيئة العامة للشباب، منها شبكة أخبار الشباب، منها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. فحلو أن القطاع الحكومي يجتمع مع جمعيات النفع العام ويتعاون معهم في تنفيذ هذه الملتقيات. طبعا جمعيات النفع العام اللي هو المجتمع المدني، احنا العديد من الجمعيات الهدف منها المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية ان احنا نفيد المجتمع من غير مقابل. ليش؟ لأن المجتمع يستاهل أن نرد له جزء من هذا الجميل. طيب أنا ما أدري، يمكن من خلال يعني بما أنك أيضا أستاذ الوهاب من يعني رئيس المشروع الكويتي لملتقيات الشباب، في عندنا بعض الطلبة في المدارس تبارك الرحمن تلقاه نابغة في مادة معينة. حلو. هل تم مثلا وضع هذه الفكرة في يعني مستقبلا أن مثلا تبني مثل هؤلاء الطلبة، وأيضا تنمية ما لديهم والتخصيصهم في هذا المجال على أساس أنهم يفيدون البلد مستقبلا في مجال معين وتطوير البلد؟ هذا جانب احنا قاعد نحاول نركز عليه حاليا، أن نتجه إلى الطلبة ونشوف المهارات ونشوف القدرات اللي عندهم بالتعاون مع وزارة التربية إن شاء الله بإذن الله. حلو أن الشباب والبنات بسن صغير نركز عليهم بالجانب اللي هم حابينه. مثلا يعني عندك الجانب، احنا لما نتكلم عن مثلا ملتقى الكويت للابتكار التكنولوجي، ودنا الطلبه المتخصصين بالجانب العلمي يحضرون هذا الملتقى. صحيح. بالتعاون طبعا مع وزاره التربيه، ان شاء الله نوجههم لهم دعوه ان شاء الله يحضرون باذن الله. انزين ليش؟ لان بمجالهم وممكن يفيدهم وممكن يعطيهم خبرات من اشخاص جدا مميزين بالمجال، ونوجههم صح حتى عشان نوجههم بالتخصص الدراسي السليم بالمرحلة الجامعية. وايد ناس تدخل الجامعة يقول لك ما أدري شنو التخصص اللي أبي، وعقب أنت المفروض لما تيجي تتخصص ما تتخصص تخصص بس اللي أنت تحبه، المفروض تخصص التخصص اللي أنت تحبه، والتخصص التخصص اللي الدولة محتاجته. يعني الواحد لا يشوف نفسه بس، خلي يشوف الدولة شنو محتاجة، والدولة محتاجة نتجه إلى المجال التكنولوجي والمجال الصناعي. نعم. فنلجأ إلى هذه التخصصات اللي احنا نحبها وبنفس الدولة محتاجتها. وطبعا في العديد من التخصصات، لكن شوف حاجة الدولة وين واتجه معها. نعم.
أستاذ عبد الوهاب عبد المحسن الحجي رئيس المشروع الكويتي لملتقيات تأهيل الشباب، شكرا جزيلا لك. أعطيك المعافية. بارك الله فيك. الله يسلمك. وإن شاء الله نشوف مخرجاتكم على أرض الواقع إن شاء الله بأفضل صورة إن شاء الله. ألف شكر على الاستضافة، ما قصرت. يعطيك العافية. شكرا جزيلا.